بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنشوف أول درس من دروس النصوص في منهج الصف الخامس الابتدائي الترم الأول، وهو نص جزاء العاملين. النص ده يا إخوانا عبارة عن آيتين من سورة آل عمران، الآية 194 والآية 195. نقراهم الأول مع بعض وبعدين نتناولهم بالشرح وبالتحليل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. ربنا عز وجل يا جماعة في الآيتين اللي قدامنا دول، نبدأ بالآية 194. ربنا عز وجل بيقول: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الذي يتحدث هنا يا جماعة هم جماعة المؤمنين. جماعة المؤمنين تدعو ربها بأن يعطيهم الله أو أن يحقق لهم الله ما وعدهم به على لسان الرسل. طيب، واحد يسألني ويقول لي: ما الذي وعد به الرسل جماعة المؤمنين؟ وعدوهم بأن من يعمل صالحا يدخل الجنة، ومن يعمل السيئات يدخل النار. وتواصل جماعة المؤمنين دعاءها قائلة: لا تخزنا يا ربنا، لا تخزنا، لا تهنا ولا تفضحنا يوم القيامة، فإنك لن تخلف وعدك معنا. هذه هي الآية الأولى، دعاء جماعة المؤمنين لربهم عز وجل. نيجي يا جماعة للآية الثانية اللي هي الآية 195، هنلاقي فاستجاب، بدايتها فاستجاب، الفاء هنا للسرعة، تمام؟ أفادت الفاء هنا، أفادت السرعة، سرعة تحقيق الدعاء للمؤمنين. فاستجاب لهم ربهم، أي حقق لهم الله عز وجل ما دعوا به، قائلا لهم أنه لن يضيع عمل عامل منهم سواء كان ذكرا أو أنثى. فهناك مساواة بين الذكر والأنثى في العمل وفي الجزاء، فمن يعمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى يدخل الجنة، ومن يعمل سيئا أو سيئات من ذكر أو أنثى فإنه يدخل النار. بعضكم من بعض، فنحن جميعا من نسل آدم عليه السلام. فالذين هاجروا، ثم تستمر الآيات لتعرض ما بذله وما قدمه، وما جماعة المؤمنين الأوائل الذين اتبعوا الرسل. ولأن هناك يا جماعة من وقف مع الرسل في بدايات الدعوة هم المؤمنين الأوائل الذين تعرضوا للإيذاء وتعرضوا للسخرية وللقتل والتعذيب. هؤلاء يعني الله عز وجل يذكر عنهم أنهم هاجروا، تركوا أوطانهم. ولو احنا بصينا يا جماعة، بصينا في الدعوة الإسلامية،
هنلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين في بداية الدعوة بالهجرة إلى الحبشة عندما اشتد إزاء الكفار، وثم بعد ذلك أمرهم بالهجرة إلى المدينة المنورة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أخرجوا أي أن أي أنهم تعرضوا يعني للطرد من ديارهم، أجبروا على الخروج من ديارهم. وهذا ما حدث، وهذا ما حدث مع يعني بعض الصحابة، بعض الصحابة الكرام أجبروا على الخروج من ديارهم وترك أموالهم، كالصحابي الجليل صهيب الرومي، وأخرجوا من ديارهم، أجبروا على الخروج من ديارهم، وأوذوا في سبيلي وتعرضوا للإيذاء. أي الجماعة المؤمنين الأوائل تركوا أوطانهم، أجبروا على الخروج من ديارهم، تعرضوا للإيذاء في سبيل الله وفي سبيل دعوة الله، قاتلوا وقتلوا، دخلوا في حروب قاتلوا فيها تمام وقتلوا. فالله عز وجل يعدهم ويمنيهم بأنه سيكفر عنهم، لأكفرن عنهم، سيكفر عنهم، يمحو ذنوبهم، يمحو سيئاتهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والجنة كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك ثوابا جزاء من عند الله عز وجل، ثوابا جزاء من عند الله عز وجل، والله عنده حسن الثواب، الله عنده حسن الجزاء. ده يا جماعة الشرح بتاع الآيات، وإحنا قلنا دايما في النصوص إن الشرح ده يجي من خلال فهمك أنت للآيات أو الأبيات المقدمة إليك، ما بتحفظ الشرح اللي موجود في الكتاب ولا حاجة، تمام؟ وقلنا برضو من خلال الشرح المعاني اللي موجودة في الآيات، نيجي يا جماعة لمظاهر الجمال اللي موجودة عندنا في الآيات نوضحها. فالله عز وجل أول مظهر من مظاهر الجمال بيقول ربنا وآتنا ما وعدتنا، تمام؟ هو ده أسلوب نداء، أسلوب نداء بيتكون من أداة النداء زائد المنادى. فإحنا عندنا هنا أداة النداء محذوفة، هو اللي هي الياء، والمنادى موجود ربنا، النداء في ربنا للتعظيم، بيعظموا ربنا يا جماعة وبيعلوا من شأنه. طيب آتنا، آتنا ده فعل أمر يا جماعة، طب فعل أمر هل ينفع يا جماعة أنا أنت كطالب صغير تأمر والدك أو والدتك بشيء؟ ينفع الصغير يؤمر الكبير؟ لا ما ينفعش، يقول لك ده أمر للدعاء، أمر غرض الدعاء. طيب ولا تخزنا يوم القيامة، طب لا تخزنا ده أسلوب نهي، طب أسلوب النهي بيتكون من إيه يا مستر؟ بيتكون يا سيدي من لن ناهية زائد الفعل المضارع، لن ناهية زائد الفعل المضارع. واحد يقول لي يعني إيه نهي؟ نهي نهي يعني إيه؟ النهي هو إني أنا أطلب منك، هو طلب الامتناع، هو طلب الامتناع عن عمل شيء ما، هذا الشيء فيه ضرر ليك أو لغيرك، ضرر ليك لك أو لغيرك. طيب لا تخزنا يوم القيامة أسلوب نهي أو نهي، طيب ينفع إن جماعة المؤمنين دول ينهوا ربنا؟ لا يا سيدي، ما إحنا قلنا ما ينفعش الصغير يؤمر الكبير ولا الصغير ينهى الكبير، أمال النهي ده غرضه إيه يا مستر؟ دعاء، نهي للدعاء والتوسل، التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل، عشان لما تقرأ مظاهر الجمال في الكتاب تبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي. إنك لا تخلف الميعاد، ده أسلوب مؤكد بإن، إن هي في بداية الآية الكريمة، تمام؟ إن، تمام؟ أسلوب مؤكد بإن، ويدل على تمام الثقة بالله تعالى، تمام الثقة أي تمام التأكد من أن الله عز وجل سوف يحقق دعاءهم وسوف يعني يستجيب لهم. طيب بأسلوب مؤكد بإن، وإن وأن يا جماعة دي للتوكيد، تاخدوها إن شاء الله في ستة ابتدائي السنة الجاية إن شاء الله، طيب اللي هو درس إن وأخواتها. طيب أسلوب مؤكد بإن ويدل على تمام الثقة بالله. طيب فاستجاب لهم ربهم، الفاء هنا يقول لك الفاء للسرعة، تحقيق السرعة، فالتعبير ده يا جماعة يدل، تعبير يدل على سرعة الاستجابة لدعاء المؤمنين، تعبير يدل على سرعة الاستجابة لدعاء المؤمنين.
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. تعبير يؤكد إيه؟ المساواة في تساوي بين الرجل والمرأة في العمل والجزاء. نيجي يا جماعة في الصفحة الثانية، هنلاقي فيها بعض جماليات التعبير كشكل سؤال، يعني مثلا قوله تعالى نقط النداء في ربنا للتعظيم، هو ربنا وآتنا ما وعدتنا، مثلا قوله كذا آتنا أمر للدعاء، تمام، هو منه سؤال ومنه ان انت بتراجع مظاهر الجمال اللي احنا قلناها. وبعدين بنختم الصفحة يا جماعة بسؤال بسيط كده، قال تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أسئلة اختيارات، مرادف آتنا، أعطنا مفرد رسل، رسول مضاد تخزنا، تخزنا يعني تهنا وتفضحنا، طب عكس تهنا وتفضحنا إيه يا جماعة؟ تكرمنا. طيب بماذا دعا المؤمنون ربهم؟ أهو دعا المؤمنون ربهم بأن يعني يحقق لهم ما وعدهم به على لسان رسله. بعدين جيم اشرح الآية الكريمة، احنا شرحنا يا جماعة الكلام الآيات كلها، جماعة المؤمنين تدعو ربها بأن يحقق لها ما وعدهم به على لسان الرسل، ولا يهنهم ولا يفضحهم يوم القيامة، فالله عز وجل لن يخلف وعده معهم. وأشكركم على حسن استماعكم. هو يا جماعة المظاهر الجمال مكتوبة فوق في أول الصفحة، بس الظاهر هي عشان باللون الأحمر فمش باينة في الطباعة وكده، لكن موجود بقى اللي هي مظاهر الجمال وقدامها كل مظهر إيه الجمال اللي فيه. أشكركم على حسن استماعكم، وإن شاء الله نتقابل في النص الثاني مع بعض اللي هو مصر أنشودة الدنيا.